تشاجرت إحدى النساء مع زوجها وتخاصما بسبب الظروف المعيشية الصعبة، فقررت ترك البيت والهروب منه. وفعلا انتظرت أولادها وزوجها حتى ناموا وخرجت، وعند خروجها من البيت كانت تتسلل بجانب الجدران وتمر بجانب شبابيك بيوت الحي لكي لا يراها أحد، وإذا بها تسمع أحاديث كان الناس يغطونها بابتسامات وسعادة مزيفة. سمعت الزوجة من أحد الشبابيك أما تدعو الله وتسأله أن يشفي ابنها المشلول حتى يلعب ويعيش مثل بقية الأطفال، وسمعت في بيت آخر امرأة تدعو الله أن يرزقها بطفل يزين حياتها، وسمعت زوجة تدعو الله أن يهدي زوجها إلى الصواب. تعبت المرأة الشاردة من المشي فإذا بها تستند على جدار أحد المنازل، وسمعت فتاة تبكي وتقول: يا رب يا رب، لقد اشتقت لأمي، ولكنني أعلم أنها عندك في الجنة، فيا رب ألحقني بها، فقد تعبت من مشقة ومتاعب هذه الحياة. وسمعت واحدة أخرى تقول لزوجها: صاحب البيت سيطردنا، أرجوك توسل إليه وقل له أن يعطينا مهلة إضافية حتى يرزقك الله وتسدد له الإيجار. سمعت المرأة الشاردة ما لم تسمعه من قبل، وأيقنت أن الناس الذين يتظاهرون بالسعادة ويبتسمون في وجوه بعضهم هم في الأغلب يخفون بداخلهم ألما ووجعا لا يعلم به أحد إلا الله. عادت الزوجة مسرعة إلى بيتها وشكرت الله على الفضل الذي تعيش فيه مع زوجها الفقير وأبنائهما، كما شكرته على نعمة الطمأنينة التي تعيش فيها رغم الفقر وقلة ذات اليد. العبرة أن كل البيوت فيها ما فيها من المشاكل والنقصان، فلا تظنوا أن كل من يبدو أمامكم مسرورا يعيش حياة مثالية، فخلف كل وجه بشوش آهات وآلام لا تعلم أنت بها. فلا تقارن حياتك بحياة الآخرين، فالحياة لا تصفو لأحد.